عرفتوا كاين حنا شباب اللي ما يعرفش المنطوقه هكا تما جات الاوكازيون باش يعرفوا بلادهم ويكونوا كما راحنا نقولوا خير خلف خير سلف الناس تحب بعضها البعض وراحنا ماشيين احنا فكرش
A ten už doktor. يضمن جنة لكل الناس اللي رافقوا هذه الفئة
وواحد البرامج سمعتو في لا تيليفزيون ديرنيير مو يعني في المده الاخيره يعني عرش الرحمن اهتز. لماذا اهتز عرش الرحمن؟ الله سبحانه وتعالى وسيد جبريل لان هناك يتيم اهين الاهانه. وهذا على كل حال حتى واحد شوف راح نقولوا هذا الكلام ونحن نحس بواحد الشعور اللي ما يحس به حتى انسان اللي ما يعرفش قيمه هذه الاشياء. هذا علاش نلبسوا انفسنا لان راكم في التجربه لا ممكن تعرفوا هذا الصوالح لان الفقير مهما كان الواحد اذا كان عايش في صدر الدنيا يجري يطلع ولكن في وسط البلاء ولا في كسر المنصور ما يسلي واحد ما كانش اللي يعطيه الاجر انما كان جار قام به ولا واحد قام به لان في المدينه هي الغيصه وتصوني في لهذا حنا نبسطوا انفسنا ونأكدوا عليها عشان ما يدخلش على نفسه بالحاجه البسيطه اللي يقدمها الجار ولا يقدمها الفقير ولا يقدمها اليتيم. لهذا كل واحد ما راه محتاج باش الجمعيه تجي بشرط فكره ولا تعيش ولكن الوجود نتاعنا حنا ندوروا على الاجر وما نحبوش الناس واحد اخرين من الاجر ولكن نوصلوا نفوسنا ونوصلوا الناس باللي هذه مهمه اللي امرنا بها الله سبحانه وتعالى مع الاخلاص والرضوخ الى مثل ما رسول الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا احنا املنا كبير باش نكونوا معكم في كل مرحله. وهذا على كل حال راكم تشوفوا اليوم احنا وصلنا حتى البلاء ماهوش يعني ولكن تواضع منا واش الشيء اللي نقدروا نديروه ونتمنى ان شاء الله يكون مبين. وعندنا مشاريع مستقبليه كبيره ان شاء الله الله يطول العمر. على كل حال احنا في تكوين الشباب اللي راهم معنا في الجمعيه من بينهم السي زكريا اللي راه عندنا حتى البلاء ممكن يزيدنا واحد اخر تكون الممثلين نتاعنا على مستوى بلدية حتى البلاء باش نزيدوا اكثر ونطوروا هذه الفئه باش تكون عندها حتى هي كلمتها تقولها على مستوى البلديات. لان هذه لكم نعرفوا باللي الارمله في الدار خروجها من دارها حاله صعيبه ماهيش سهله باش تكلم باش تكفل يعني بولادها بهذا المرافقه نتاعها والوجود نتاعنا معاها احنا مضمون ان شاء الله ونضمنوا لنا باش نكونوا في حسن الظن ونكونوا في حسن الصوره. يعني اللي راه في تابع الاتصال دائما غادي يكون والحاجه اللي نتمناها على مستوى ولاد بشار لان قلنا المستقبل احنا ان شاء الله اذا كتب ربي وبنينا دار يتيم في بشار. على كل حال هذه اللي راه نتمناه من السيد الوالي اللي راه يعني عطانا فيها الامل باش تكون ان شاء الله الارضيه نبنوا دار يتيم في بشار يعني ان كومبلكس يعني مركب اللي يكون يحتوي على جميع المرافق المختلفه بما فيها يعني الورشات اللي يخلقوها على مستوى البلديات وعلى مستوى بلديه بشار باش يكون يعني هذه العمليه يعني متوفره يعني العمل يكون للارمله واليتيم يكون يعني يخلقوا لهم مراسم شغل بحيث تكفلوا بعض البعض ونعاونوهم بكل ما يحتاج اليتيم والارمله. ما نجيبوش نطول عليكم بزاف وهذا اللقاء يعني الاول ونتمنى ان شاء الله تكون الاستمراريه ونتصل معنا مع البعض ونشكر القائمه اللي على كل حال على راسها الشاب نتاعنا السيد رئيس البلديه وحنا نقولوا خير خلف بخير سلف. الشباب نتاعنا تبارك الله راه عنده قوه كبيره اللي راه نتمناو منهم يعني الوقوف باش ولكن مع البلديه نتاعهم ويكونوا في حسن الصوره لان التمثيل نتاعهم احنا نطلب لهم على كل حال رب كريم يعاونهم ويساعدهم لان المسؤوليه ماهيش سهله وهذه تكليف على كل حال ماهوش حال. نتمناو لهم الله سبحانه وتعالى يوفقهم. السيد الدائره نشكركم